فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا، كما في القرآن: ومن أصدق من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا. لا أحد أحسن من الله جل وعلا ولا أصدق من الله. نعم. فنزه نفسه والله قال في كتابه إنه سميع وأنه بصير وأنه حكيم وأنه عليم وأن له وجها وأن له يدين، قال هذا عن نفسه سبحانه وتعالى، فهو أعلم بنفسه. يجي واحد يقول لا هذا ما يليق بالله، ما يليق بالله يقال له وجه ولا يقال له يد، يعني كأنه أعلم من الله صار، ولا يقال إنه سميع ولا بصير، لأن هذه في الخلق موجودة، إذا أثبتناها شبهنا الله بخلقه، يعني كأنه صار أعلم من الله عز وجل. نعم، يعترض على الله. نعم.